خلال الحملة الانتخابية انتخابات المجلس المحلية 24 ديسمبر 2023. معنا في المباشر إبراهيم عبد اللاوي عند إرت بير القصعة المروج 1 ولاية بن عروس. تفضل. صباح النور. صباح النور، تفضل كلمة ليك. بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية أشكر إذاعة تمس تفاهم على هذه الفرصة التي أتاحت لي لأعرف بنفسي وأقدم برنامجي. أنا إبراهيم عبد اللاوي، أستاذ تعليم ابتدائي، مرشح عند إرت بير القصعة المروج 1 ولاية بن عروس، ورقم 2 في قائمة مترشحين. أشكر سكان مدينة المروج الذين وضعوا ثقتهم بي من خلال تزكيتي، وإن شاء الله سأكون عند حسن ظنهم من خلال انتخابي كعضو مجلس محلي إدارة بالقصعة المروج 1. الحقيقة هي مسؤولية جسيمة ترقات لعاتقي، وسأكون عند حسن ظن من خلال طلعات متساكني أهل المروج، وحتى برنامج الانتخابي كان بالتشاور معهم ويتمثل كالآتي. النقطة الأولى، الإسراع في رقمنة الإدارة بالمروج. ثانيا، النقطة وهي نقطة مهمة جدا، معضلة النقل وما أدراك من النقل، وهي يمثل مشكلة كبيرة في المروج سواء للطلبة أو للتلاميذ أو العمال أو الموظفين. وبالتنسيق مع الدوائر المشرفة والمسؤولة سنحدث خطوط داخلية بمختلف المروجات لتسهيل ربطها بالعاصمة. ثالثا، نقطة مهمة جدا، العناية بالمركب الرياضي الوحيد بالجهة والذي يشهد نقائص كبيرة ولم يعد يستوعب العدد الكبير من الأطفال وشباب المروج. رابعا، التنسيق مع مختلف هيئات المجتمع المدني الناشطة في المروج، وهي الحقيقة جمعيات مدنية ناشطة جدا في المروج، لحل عديد المشاكل حسب الإمكانيات المتاحة، خاصة منها العائلات المعوزة والحاتبها نفسيا وماديا. ثم وختاما للبرنامج المداخلة، إن شاء الله أقول بأن هذه الانتخابات هي انتخابات محلية جوهرها الأساسي التنمية المحلية، وأعول كثيرا على سكان دائرة المروج بالقصعة للتصويت لشخصي في رقم 2 في انتخابات 24 ديسمبر 2023. ونتمنى التوفيق لكل مترشحين لما فيه خير المروجات. ان شاء الله ربي يوفقنا الناس كل ويكونوا عند حسن ظن اهالينا في المروج. السلام عليكم. شكرا لك. مازال عندك شويه وقت، راه كنت حاب تكمل. والله انا ديما نقول الانتخابات هذه ان شاء الله تكون انتخابات نزيهه وتهدف دائما لمصلحه المروج ولمصلحه التنميه بصفه عامه في البلاد التونسيه ان شاء الله. شكرا لك. نمشيو بعد الفاصل الى المترشح الثاني. إطار الحملة الانتخابية انتخابات المجلس المحلية 24 ديسمبر 2023. يمشي